لابد من التذكير بتبني وزارة الفلاحة والتنمية لتطوير استراتيجية جديدة للوقاية ومكافحة الحرائق التي تهدف إلى أن تكون شاملة لكل الأطراف ويؤخذ فيها بعين الاعتبار إشراك المجتمع المدني والسكان المحليين. وانطلاقا من التوصيات المقترحة من المجلس الوزاري وتنفيذا للقرارات المتخذة، تم العمل على استراتيجية جديدة للوقاية ومكافحة الحرائق ترتكز على تحسين الجهاز العملياتي لرفع الكفاءات في عملية التدخل المباشر والمبكر. عملية تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات اللي كان نصبها سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، هذه اللجنة متكونة من 13 ممثلي وزارات مختلفة وكذلك 11 ممثلي هيئات وطنية.